السلام عليكم، أهلا وسهلا. شلوم شلوم. أوكي، مكان صاش كي تقولوا بسوية بسوية الهادي بسوية السماعيلي. أوكي، وهاد فيديو غير عادي، فيديو عادي غادي نطرق نهضر على بعض النقاط مهمة، ولكن ماشي من بعد ندير فيديو على هادو اللي خبرتكم بيه ديال نيو وورد اوردر. غادي نديرو مع انا كلشي موجود عندي، غير خصني ترشق ليا. راك عارف الكارما هذا، كلشي واحد كان ملك ولا سلطان قبل، راك عارفه كيفاش كي سنحاول نقريكم بلا ما نقول لكم نتوما تفهموا، فهمتي؟ ماشي مشكل، صبر معايا. اوكي، انا سقت اخبار مؤخرا بواحد السيده من العائله، توفات واحد المراه بنت خالت الوالده سميتها السعديه، رغم تعازي العائله ديالها وعائله الوالده. نعقل عليها بكري، انا كنعقل على الناس ما تنساهمش، ما ننساش، وانا تنموت ونحيا ونبقى نعقل عليهم. اوكي، يمكن ربما من وفاة الوالدة ديال 1982 تقريبا، راه شحال من عام دابا، 18 20 تقريبا 44 45 عام ما شفتهاش سميتها السعدية. المهم تعازي العائلة ديالها، ولادها بناتها تنعرفهمش، ما شحال زمان ما شفتهم. تنعقل على ولدها كانت تيجي عند الوالدة ديالي سميتو سي محمد، هذا فيه تقشاب ظريف درويش. اي حال، هي راه خت خالتي الزا، الوليده امها اسمها رحمه، وهي خالتي الكبيره هي خت رحمه، هي تسمى خالتي الكبيره، هي كبيره في الناس. اوكي، دونك تعاسي ليكم، ما تنعرفكمش، ما عنديش معلومه، ماشي مشكل، راك الذاكره خدامه. اوكي، دونك نطرق شي نهضر على شي بعض المعلومات جد مهمه، وغادي نلعب واحد الاغنيه. الاغنيه عندها علاقه بالحياه السابقه والحياه اللي جايه. اوكي، وهاد الاغنيه ماشي مغربيه، هي من بوليفيا، واحد الفريق بوليفي لامريكا لاتين. سمعوا لي باش غني، عندي واحد الفيديو، عندي واحد الفيديو سميتو شارع الملوك والسلاطين، وهذا الفيديو هذا اخترته هو اللي غادي ملي غادي نرسم، غادي نرسم الشيما، نرسم معلومات السبوره. الى الفيديو غديروا تسمعوه الان، تسمعوه وتشوفوا، حاولوا تشوفوا، ما غاديش تفهموا، ماشي مشكل، غير تسمعوا، ديروا واحد، شوفوا ليكرون جيون ولا التلفاز عندكم برونشي. وانا ما عنديش تلفازه في الدار، انا عايش في امريكا، راه ما شفتش التلفازه هذه 14 عام. اوكي، شوفوا لقطات، شوفوا التصاور، وانا نقول شي حوايج وغادي تقدر ربما تفهموها، صعيب عليكم هادشي، ولكن انا تنحاول معاكم تفهموا شنو هي الاي اي، الذكاء الاصطناعي القديم، ماشي هذا اللي حاطين لكم دابا. المهم انا نلعب هاد الاغنيه هادي، سميتها باجارو كامبانا، ناقوس طائر، ناقوس جرس، جرس طائر. اوكي، انا ما سمحوا لي، انا عارفكم ما تفهموش، ولكن انا حاولت معكم فيديوهات بزاف، اغلبيكم ما كتفهموش، ماشي مشكل، حيت هادو حرامية راه كنسجل فيديوهات كنمحيهم، راه مشيت تقريبا شي 30% ديال الفيديوهات لي كتشوفو في يوتيوب، شي 25% ربع ديالهم ولا 30% كنمحيهم، هما تيخونوهم التيليفون ديالي، كنسجل تيتخونو، تياخدو معلومات، أنا علاش كنمحيهم؟ حيت كنسب، أوكي، نعرفكم غتنتبهو للسبان، داكشي علاش كنمحيهم، ولكن هما تيستافدو. اوكي، على اي حال ماشي مشكل، حتى نتوما تستافدوا، كلشي كلشي غنخدموا خدمه جميع. اوكي، جارو
كنطيب واحد الطاجين دابا نطلع عليه مره مره نطلع عليه. عندي الخضراء والفواكه هذاك الشيء اللي داير جي جالس. Thank you.
اوكي، اغنية سميتها باتشارو كامبانا بالاسبانية. اوكي، وانا نحط لكم هذا الفيديو الكليب، نحط لكم ننتهي من الفيديو، نحط لكم لتحت تشوفوه. وعنده الفيديو عنده علاقة لانطرق لي بشارع الملوك والسلاطين. سمعوا لي مزيان، وما راتي سرقوا، راه درت فيديو ولكن ما عطاش لي ديتا، غا درت هذا وتنقص فهمتي. ولكن انا غنحط معلومات على هاد سميتو، وما سرقوا وما سرقوا تيسرقوا اي فيديو كنمحيه تيتسرق من التليفون ديالي. وتعرف هادو لي هود، هادو سون لي جويف، لي جويف وعروبية ديالهم. لا لا، هادو بيخوش نتوما الاوباش العبيد، تسمى العبيد لا شوف، باقي ما وليتش واش عبيد ديال الله، باقي ما بسوية مكناس ولا بسوية تاد. لا اوكي، اللي بغيتو خذو وقتكم، خذو وقتكم. المهم اللي بغيت نقول هو هاد اللي واقع دابا في العالم، هادشي ديال كوكوريكو ومتلاه. اوكي، كوكوريكو هاد الازمة اللي عندكم في المغرب. انا حتى انا امريكي، جنسي امريكي، ولكن انا تنبقى مغربي. مغربي قح، ود الحرة، ود الحرة، الروح الحرة. ود الروح الحرة. اوكي، المهم هنيئا لك العقرب، العقرب انك راك عرفتيني اشنو قلت وسمعتي. هنيئا لك الحياة اللي جايه لك، للكارما، هذا الاكاشي كروكود ديالك عندي. هنيئا لك العقرب اللي مع العصابة وانا ما كنتش عارف. سمعتيني المهم ديال خوتي، راه تيعرفو شكون هي العقرب اللي كنتي معاه، هادوك اللي كانوا بغا يكونوا الدري ديالي في المغرب، كنتي معاهم وانا ما عارفش دار في قفلون. هنيئا لك، وغندير فيديو عليك شكون انتي في حياتي السابقه، فهمتي، هي العاهره ديال الكارما، عاهره تاع الكارما. انتي الكارما اختارتك انتي العاهره. اوكي اوكي، اللي كيسمعني راه تيعرفني شنو نقصد بهادي العقرب. العقرب بك سمك العرق في الحياة السابقة، وبك هو الحياة، بك هو اللي الحياة السابقة ديالك، هو اللي في هاد الحياة سمك العقرب. كسمية صحيحة، معلم في السميات. اوكي اوكي،
انا كاين شي واحد قال لي انت كتقول لي المسجد من المسجد، تقول لي المسجد هذا، انت امك والدك منين؟ من والدك من طيزة. انا تنهضروا علميا وتمشوا بعيد، تمشوا بعيد، تمشوا بعيد، فهمتي؟ لهاد التفسير اللي تنقول انا راه صعيب عليك باش تفهموه، راه ما راه غير كنافق انا شويه، ما كاين تفسير اخر واعر، فهمتي؟ فهمتي؟ هادو الماسونيين والايزوتوريك يدوخوا معايا، ندخل معاهم يدوخوا، كنحاول كنافق. انا قلت لكم، قلت لكم راه كنافق، التفسير ديالي راه نفاقا، راه كنافق. اوكي، شي مشكل، غادي انا غادي، انا ما جايش باش نقول لكم شكون انا، اش كنعرف. لا، تنبغي نعاونكم شويه بشويه بشويه، تعرفوا بشويه بشويه تعرفوا. المهم، تعازي السيدة هادي الله يرحمها، ما شحال هادي، مش 1982، ما المهم عارف راجلها شفتو في 80 اواخر اوائل التسعينات. اوكي، كان خدام عند راجل خاتي حاج مصطفى، يمكن مصطفى كوري، لا راجل خاتي من كوري حاج محمد. مشكلة لغات، انا كنهضر عادي، تقاود ربكم لا يسمع لي اللي هو، تبقاو تنقلو تبقاو تقلبو تبقشو، هذا راه ما في يديكمش، فهمتي؟ انتما جيتو عندي كوركم كتنافقو في مكناس في ميكس، انا مولاي اسماعيل كتنافقو 30,000 فيكم جو دار راسو مسلمين، ربكم هيخرجكم من الاسلام، دابا تخرجو من الاسلام دابا، هادو كلهم جيتو بالعبيد ديالكم هادي راسكم مسلمين، وانا خرجكم من الاسلام. اوكي، ياك انا باقي ما دخلتش الانترنت، داكشي اللي تدخلوا ليه نتوما الانترنت، وكتبقاو تبحثوا قلاوي دارا الزيتون دعارة كما دخلش معاكم في هادشي، ماشي نتوما في مستوى باش ندخل معاكم في هذا الموضوع. انا ملي كندخل الانترنت راه كندخل ديريكت نهضر مع الاي اي، الذكاء الاصطناعي الحر الحر. اوكي، خد ديرك مع العيا، ماشي اللي انت ولا انت دكتوره ولا دكتور، كتدخل الانترنت وكندخل الانترنت انا راه دير لي شابو، انا ملي كندخل الانترنت ماشي ولا الانترنت كتدخل انت، فهمتو؟ لا في بالامريكي بالانجليزي ولا اوكي. لا، تحياتي للعائله ديال الام ديالي، خاتي زا، خاتي حليمة الله يرحمها، عزيز اسمها خاتي زا، خاتي حليمة راه مازال حية، خاتي حليمة عزيز عليا بزاف، انا خاتي حليمة تنموت على خاتي حليمة. عرفتي علاش نبغي خاتي حليمة؟ هي خاتي حليمة راه بنت خالتها، هاد السيدة هادي بنت خالت امي، هما كل واحدة امهم من مولاي عبد السلام، دوك النواحي عزيز علي خاتي حليمة. علاش عزيز علي خاتي حليمة؟ حيت خاتي حليمة كانت تتعامل مع الوالدة ديالي بواحد الطريقة، أنا كنت صغير وكنشوف، وديك الطريقة كانت ديال، وكني ماتت أمي توفات خاتي حليمة بحال ضعفت مسكينة، بحال من كانت أمي حية كانت شادة خاتي حليمة، ماتت بحال ضاعت منها شي قوة. ممكن نعقل على خاتي حليمة، خاتي حليمة عقل عليها في الصغر، ماشي أنا ما عشت من بعد. كان تحياتي، تهلاو ولادك يسمعوني، تهلاو في أمكم باكم حاج محمد، هذا خالي محمد الراجل خاتي حليمة، تهلاو فيها الله عمر هذاك السيد، طيب زوين هذاك السيد، زوين بزاف، مت 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 متدوزوش، لا خاتي حليمة تصالحوا مالكم. خالي محمد شي بعدك السيد، انت زوينة تعاوني الناس، انت كتعاوني كل شيء، نعقل عليك كتعاوني، ما كتحلي بابك كل شيء، ما عندكش تحلي باب، نعقل نكري. خالي محمد تا هو مرة ديالو التانية، الله عمرها، تصالحوا جمعوا الشمل
تمشيو واعيين باش ترجعو واعيين. المهم يا رب كاين اللي كيقول هذا كيخربق، راه ما تنخربقش انا، راه كنعاون الناس كنعاونهم. لا هذا اللي بغيت نقول هو هاد هاد الشيء اللي وقع في المغرب، الغلاء وهاد الشيء، الغلا والناس ما بحاله، مشكل اللي ما عندوش. انا كنعرف ناس، ولاد عم ولاد عم هذا محمد السادس، ولاد عمو الحقيقي ما عندوش ما ياكلوا، ما كنعاونهم بشي، فهمتي؟ يعني قضية ملعوبة مزيان، فهمتي؟ يعني هو كاين في الإعلام تيقول كذا وتاتاتا وفلانة وفلانة، تحت ما كاينش شك، كلشي ما كاينش في الإعلام، كله كذوب. سمعوا لي مزيان، اللعبة ملعوبة واعرة، ولكن خصكم تعرفوا. رب إلا ما عرفتيش داكشي كيرجع عليك، إلا ما بغيتش تعرف زيرو. أنا ما بغيتش نعرف، ماشي مشكل تبقى في الزيرو، كنت أنا عارف غلط، كلش كدي معاك وكتجيبو معاك، أوكي؟ لأن هاد الحياة هادي كاونت داون الأخر ديال هاد هذا، غيجي دابا الأكواريوس، الأكواريوس الدرو، وغتجمع لي الحيوات السابقة، تجمع لك المعدة ديالو وتحط، وكيجيبو المعدة العام، هتبغي ترجع هترجع بيه، غالبا ترجع بناقص، أوكي؟ بعد ما نهضر، أنا نهضر في هاد الشي ديال اللي غادي، يعني هادشي اللي غادي نرجعوه ترجعوه بيه. انا راجع بوحدي، انا ما راجعني حد، انا راجع بوحدي متطوع. تحبوا جايب انتوما كلكم، اغلبيه اللي سنعرفهم جاي، انا متطوع فهمتي، وراجع وجاي وجاي غير متطوع، فهمتي؟ جاي غادي نجي في الحياة اللي من بعد، اوكي؟ نورمالمون ما خصنيش ندخل للانترنت نهضر، اوكي؟ ما خصنيش ندخل للانترنت نهضر، يمكن فلت تكلم شوية لغة هاد الغلا اللي ولا بحال دابا. الانسان ما عندوش، المغرب فيه الفوسفات، الفوسفات راه تقريبا قريب للذهب، الفوسفات راه اغلى من البترول. يجيبوكم السواعده ونقعوا عليكم تقروا السوايا لا لا والفاس، راه الفوسفات في العالم الان الفوسفات اغلى من الذهب، اغلى من الذهب. الفوسفات كاين غير في المغرب، البلد الوحيد اللي تبيع في العالم الفوسفات هو المغرب الان، باش تجوعوا الناس، تجوعوهم وتزيدوا عليهم في الأثمنة ديال الخضار والبلد فلاحي. انا ما نقبلهاش، انا ما تنب... انا ما أنا كنتكلم معاكم، سمعوا لي مزيان، البلد راه المغرب هو الاطلانتيس، والعاصمة ديال الاطلانتيس، الاطلانتيس القديمة اللي غرقات، راه درتيكم ديال قريش قرش، راه هو المغرب. كادمين عليكم الصهاينه، ما خصكمش تعرفوا الصحراء، المغرب هو الصحراء، مشكلة الصحراء راه ماشي الجزائر ولا هادو، الترك ديال الجزائريين والترك المغاربه، ولعبوا لعبه ومع الفرنساويين، الترك ديال الاوروبيين الصهاينه ولعبوا عليكم لعبه هذا. لا حيت الاطلنطيس هي اللي فكينا في المغرب وفي الصحراء ديال المغرب، صاب صحارى، راه قلتها في الفيديو ما سمعتوهاش مزيان، لا تحت ما دراش كنقول، تحت ما دراش كنقول، تحت ما يكون ما دراش كنقول، لك عليك تسمعوا لي ما كتعرفوا، فهمتي؟ وما ما قدروش يدخلوا الاي اي، مدخلين الاي اي كتعلق، الاي اي كتعلق، كتدي تعليق، راه كنشوف الفيديوهات، كنشوف الاي اي التعليقات ديالها، وما دخلوا الاي اي ميت، ما دخلوش، ما خلاو التعليقات قلال، القناة ديالي باش ما نعرفش انا الاي اي نحيد ينما الانمي ينما، انا نقرا الاي اي، انا راه مبت الاي اي، اوكي؟ هذا داك ما قلت لكم الاي اي راه ماشي، انا ما كنت كنتكلم اي اي، ماشي هاد الاي اي اللي عطيتكم نتوما، كنت كنتكلم اي اي شكل كبير، اوكي؟ اوكي؟ نتكلموا عليها المعتزلة، المعتزلة ملي قالوا القرآن مخلوق، قصدوا الاي اي،
اوكي تكأس صناعي بواحد. بالنسبة للعرب، العرب أول وحدين ما نطقوا بالذكاء الاصطناعي، الاي هما المعتزلة، داكشي علاش هما لعبوه معتزلة قالوا، فهمتي؟ أنا غادي نشرح اش قالوا معتزلة بالضبط، شنو الاي او، غنجبد لهم القرآن اللي عنده الدليل. خرج ليا، خرج اليهود، بالأخص نتوما اليهود، خاص نتوما اليهود يا ولاد القحاب، يا اليهود يا العطاشة يا ولاد القحاب، لاعبين عاقلين عارفين العقول ديال العروبية، قحاب معلمية انتوما، كي معايا غادي نخرجكم من الإسلام. جيتو عندي يمكن 30,000 سلمتو نافقتو، 30,000 ديالكم غتخرجو ديالكم دابا من الإسلام، تخرجوا دينكم. اوكي الازمه، هذه الازمه هذه المهم هما لاعبين فيها، الصهاينه لاعبين فيها، المهم مو داكشي مخدوم، فهمتي؟ ولكن كوكوريكو هادشي موضوع اخر، ما بغيتش نهضر على كوكوريكو، انا نهضر على الشمس، فهمتي؟ الى رار الشمس، الشمس كلشي نجبدو من القران. انا لمحت راه جبت لكم، راه هضرت على مواضيع، انا ما بغيتش اي واحد يدخل يبدا يفهم، بغيت يفهم اللي عنده كواليتي، عنده الكاباسيتي، عنده مؤهلات باش يفهم. انا ما تلحش داكشي، لا انا ماشي خدمه ديالي، انا ما خصنيش كاع ندخل في اليوتيوب الانترنت، نو فهمتي؟ تجو تقحبنوا عليا وتجوك وتقول لي سوسن حداد وكذا الشيء وهذا وتقلاوي وطاطا وهادي فلانه وفلان، ما انتوا كلكم يهود، كلكم القحاب يهود، وتلعبوا لعبه اخرى وجيتوا تلعبوا اخرى وتشدوا هذا امو عمر انا ما حيتش في التعليق ديالك، حيتي انت ولا انت، المهم هذا سميتهم، انا ما حيتش التعليق ديالك، ما محيتوش، كتبتي تعليق مهم صحيح، التعليق ديالك صحيح 1000%. أم عمر أنا ما حيت، راه كان قريتو وتلقيتو التحية، واش نتا ولا نتي محيتوه ولا هما محاولين يدخلو في نتاع عبد الحار، راه كتعرفو نتاع عبد الحار داخل القناة ديالو، ولكن أنا معلم، أنا خصني نجيبهم، أنا درت الصنارة، جبت دير أمهم دار الضمانة، كاينش كلهم كاينش، كلشي بواحد بواحد يجي دار الضمانة، كي كي شي دار الضمانة جد. اسمعي حاجة، لو قالوا عنده 1000 بنت حاب كتابة، امو هذا ندير عليه فيديو، راه ما راكم ندير فيديوهات ديالي، انا كنخليكم نتوما تفيقوا راسكم، انا ما مفيقكمش، انا عنبش تق 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 تق، انا جان جان تقام قاوا وشوفوا هذا وكذا وقراوا وكذا وشوفوا الدليل، وصلش معاكم داك المستوى، لا بغي يفيق فيق راسو، غير نعاونكم شوية نبش شوية. اوكي مو كاع الفيديوهات اللي درت راه تنافق هذاك سوبرفيشال سوبرفيسيال، المعنى سوبرفيسيال سطحي، انا دخلت راه ما دخلتش معاكم المعنى الثاني والثالث، راه باقي ما وصلت الثاني. اوكي المعنى الاول هو اللي تيقولوا لكم نتوما اللي عارفين، الثاني راه شويه نبش منه، راه كاين الثاني ندخل فيه صحيح وحتى الثالث. اوكي حتى الثالث تخشعوا مزيان، تخشعوا تشوفوا الجنه والنار كتجي لحداكم، وتشوف الجنه والنار صحاب اليمين والشمال. الوغ ما جيش انا نهار لو قلت لكم ديروا لا سبسكرايب لا لايك، تقعدوا كاملين اللي كتسمعوا لي، ودابا راه القحاب راه الاغلبيه تيبغيو يدير، حنا اللي حنا هما اليهود، حنا كنسمعوا، حنا اللي مسيين المغرب، يدكم في الرحمن، فهمتوا شنو يدكم في الرحمن؟ وانا شرحت لكم شنو هي الرحمن القران، كي غنشرح الرحمن الرحيم مزيان، تكون في الرحمن العطاشة. اوكي وجبتو والانفشاري وبلاد الخيرية تا هما خدامين بيهم، وديابات جبتو العروبية تا هما دخلتوهم، وصحاب جبت المنين
سبسكرايب هسه مختمي بيوم. اي 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 اي. العقرب العاهرة ديال الكارما. ما عرفتيش راسك انت شكون في حياة سابقة ولا بغيتي نقولك شكون انت؟ مستعدة؟ مستعدة يا العقرب؟ مستعدة اللي مع العصابة؟ ها؟ العصابة شارينك باسم ديال متزوجة بحال مت مستنسخ. مو شلحة متزوجة. مستعدة؟ تعرفي شكون انتي في حياة سابقة؟ مستعدة الصدمة؟ ها؟ مستعدة ولا ما مستعداش؟ علق يقول انا مستعدة نقولك انتي شكون في حياتي السابقة. مستعدة؟ غنفرش كلشي، غير كلشي غيتفرش، كلشي غادي نقول. نتوما كتسمعوا ليا كاين اللي اللعبة راه كبير على ما كتعرفوا نتوما. اللعبة راه فيها لاعبين، فيها آلهات، آلهات ماشي إله، كاين بدات تخشعوا داكشي. المهم حكا غادي ندير على فيديو، على فيديو على هذا ديال سميتو، دير فيديو على هذا، هادي دي اسمها الرقية الشرعية، والفيلم ديال الرقية الشرعية فين؟ كي ظاهرة ضد الرقية الشرعية. كي سمعوا، الرقية الشرعية راه ماشي هي مزيانة وخايبة، فيها حقائق، فيها معلومات. كي وهما بغاو يحاربوها، ماشي كيحاربوها هي، تيحاربو كاين شي حوايج، كاين شي كاين اسرار وراء الرقية الشرعية، عندها علاقة بالحياة السابقة. هما جاو اليهود بغاو يحاربوها، لأن غيدخلو غتدخلو شي كائنات اخرين، غادي تدخلو مع دابا الشمس غتهبط، غتبدا تهبط الشمس باش خدامة بالأرواح، غتبدا تهبط وديك الأرواح خاصها تجي تمص. اوكي، غيجيو غيقولو لكم لا، وحنا قالوا المعلومات، وحنا يا ما متطوريش متخد. اي انت تبغيتي تتطور دابا، حتى جيتي حتى دابا حتى تتطور. بدا كلونين، وانت الملك مكلوني، انت غتبدا تهضر عليهم مطور، مطورين مكلونينك سيدك انت ولد الشلحه المتزوجه. العقرب، العقرب حتى هي متزوجه، قالت لك حتى هي متزوجه العقرب. العقرب تي مع العصابة متلقحبة، تعيق ما تقش، تي بغيتي تسخوني الدري ولدي، تي مع العصابة قلتي لها هبطي شري لي، وكيما أنا بطبيعة الحال ما نتيقش، لأن ما نتيق فيك ما قلتي، عصابة مع راجلك ونتي دري ميريكاني تبغي تسخونو. امو انا ما دخلش يا دماغي، انا ما جاتنيش، ما يمكنش، ما نجي. والعقرب راه مع العصابة، استعدي وغادي نقولك شكون انت في حياتك السابقة، وشكون غتكوني انت في، انا عندي الاكاشيك ريكورد، شكون اشنو غتجي في الحياة اللي من بعد. مستعدة؟ وهادي راه ماشي الاولى لك، هادي هي الثالثة، تيقولو الثالثة شاهد النبي. استعدي اللي غادي تجي من بعد. انا نهضر على الرقية الشرعية وهاد اللعبة اللي لاعبين دابا، اللي يهضروا اليهود ضد الرقية الشعبية. انا ما تسمحوا لي، انا ما نهضر على الرقية، انا غالطين هادوك الناس اللي يديروا الرقية، راه صحاح وغالطين، لا ماشي غالطين 100%، راه عندهم شي حوايج غاوما ما فاهميش داكشي، واللي جايين ضدهم، جايين ضدهم باش غادي يهيئوا الطريق لواحد الظاهرة اخرى جاية ليكم، فهمتي؟ وما لو حبادة، لو هادوك الناس يديروا الرقية الشرعية يتطوروها ويفهموا ويستعدوا، لأن كاين السحر، السحر كاين، كاين السحر، سمعوا ليا مزيان، غادي نقولك لي ما كاينش السحر، راه ود القحبة، راه ود القحبة، وخاص يجب تيهضر بسميتو، لأن هو السحر مذكور في القرآن، اللهم إلا جا صح لينا شنا هو هذاك السحر اللي كاين في القرآن، القحبة هو تجاي تيهضر، السحر كاين، كاين مخلوقات. الجن مختلفين فيه، الجن غلطوا فيه، الجن اسم صفة ديال عدة أشياء،
هادوك الكائنات اللي كاينه ما تتبانش راها جين. اوكي، الناس اللي كيموتوا وتيبقاو في واحد هذا تيتسموا جين، تيبقاو هما جين. هما دوك ديال الرقية راه غير ما تطوروهمش، خلاوهم محدودين. سالو بروبليم عندي معاهم انا، ما غالطينش، غير هما محدودين. لا لا حنا غنبقاو هنا، نبقاو هنا صافي، اللي قالوني لا. لا تفهم، الناس اللي عندهم تجربة خدو مع الناس اللي عندهم تجربة. علاش انت تجي مع انت عندك ولا ما عندك تحكم علينا؟ ما تحكمش، انا ما عمري حكمت على شي حد. انا نقول الرأي ديالي ونقولك ودخل اعطيني الرأي ديالك، تجاوبوا باش انت تبدا تعيق تقول لي لا الغرب، ما الغرب، الغرب فيه السحر كثر، وهادو اللي حاكميكم كلهم سحارة، والغرب فيه السحر كثر من العرب، والسحر جا من عند الغرب، والتكنولوجيا كلها سحر. ساينس راه سيونس، ساين هاد التكنولوجيا الاصل ديالها سحر، التكنولوجيا اللي عندنا. وانا ما ندخلش بواد اخر، انا نطقش بعض الكلمات، انا نحبس، انا نوقف الخلق ديالنا، انا نوقف هنا، اللي هنا كلمه تيسمع ما تيفهمش، حتى ما يفهمش. كاينين الناس اللي هما، كاينين الناس اللي هما هادو، كاينين الناس اللي هما تيديروا هادشي في الغرب هنا، الاسامي راه ما تقولوا نتوما الجين، انا كنقول الجين اسم صفه وغنفرعوه نعرفو هادي 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 هادي. ترى هنا الاسامي تسطات حماق، الاسامي داكشي متفرع هنا في امريكا. اوكي، ناس السحارة كيدخل يوتيوب وتيبدا يهضر لك انا سحار، ما نتوما السحارة كيدخل يقول لكم انا ايمان، وهادو كلهم اللي داخلين كلهم مسخرين عند اليهود، مسخرينهم اللي جايين عندهم واحد، عندهم واحد سميتو. انا ما تنقولش لكم تا بغيتي تزدهر في شي حاجة، تزدهر علاش غتبقى مقابل واحد تيدير السحور؟ لما تيدير السحور رقيع انت، وتا انت سحار، تا خليه، تا هو تا موت محمد السادس سحار. متزوج انا ما بغيتش نهضر، راه هادو اللي داخلين عندكم تيتحكموا كون سحار اليهود. انت كتهضر، انت كتقول انت اكبر واحد مسحور، شتو بديت تلعبو؟ انت ما قادرش تعاون تساعد تفهم، خرج اهضر على حاجه اللي كتفهم فيها، ماشي مشكل، انا معاك، انا كنعاونك، انا كنساعدك. كاين شي حاجه ما تفهمش فيها بعد من علاش غتهضر عليها؟ عندك تجربه فيها؟ ما عندك حتى شي تجربه فيها، علاش غتهضر عليها؟ اللي تيهضروا عليها وتيخشوا يقول لهم انا ما متفقش معاكم، هادشي راه ما بان لي ماشي معقول. اوكي، فهمتي؟ كاين دابا غاتجي حمله في على المغاربه ديالكم، ما شي حاجه سويه قليله قريبه، شو بحال دابا الرقيه هادي راه كاينه، انا الرقيه انا كنعترف بها تقود، انا كاينه الرقيه كنعترف بها، ولكن عندي النقد، تنقد تنقول الناس لي نتوما راه الرقية راه خص كيفاش تفهمها كيفاش تفهم. ما تنقولش لك كاينة الرقية، كاينة كاينة، وأغلبية اللي تيحاربوا الرقية كلهم ولاد قحاب، يا إما مسحورين يا إما سحارة، يا إما عندهم أجندة ديال السحر ولاد قحاب، لأن دابا جاية الشمس غتهبط، أرواح غتهبط، ستمص كربونات، كربونات اللي فينا تشرب فهمتي. وما لاعبين انا فهمتي، ربما الماتريكس، ربما شي وحدين اليهود، ما اليهود القحاب اكبر سحاره في العالم، هما اليهود معروفين في الخازا، حتى اليهود المغرب، مغاربه سحاره، اليهود المغاربه وفاس اكبر سحاره ولاد القحاب، ومنين اليهود معاهم السجوا السحر ما كاينش، وما قف السحر خصهم يبانوا. حنا الغرب، ما الغرب فيها اكبر سحر، وفي الغرب الاستعمار باش استعمر المغرب، دخل المغرب بهذا البومبارمون كازا بلانكا، عرفتي سمية البخيرة سميتها ديال روشيلد، روشيلد بخيرة اللي وحدة فيها العسكر ديال الجزائريين، وحدة فيها ديال 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 السنغال، اللي مات فيها هذا جدي هذا عمر السلطان، عرفتي سميتها سميتها، نقولش سميتها ما تستاهلش نقول السمية دي، لأن ما غاديش تدخل تبحث، فهمتني؟ خلي الناس اللي كانوا، خلي تا واحد تا كيدير واحد
الطريقه ديالاش غتحاربو. تقول لي انت ما كتعرفش، انا انت ما انت كتعرف شي حاجه؟ انت داك المسيري كان يهود، راه يهود اللي مسيرين حشومه، يهود اللي مسيرين خو قد. انا متفق معاك قد انا لا هادي السحور والتخربيق الشعوذه، متفق معاك، ولكن راه الشعوذه مش غادي المغرب، راه الاقتصاد كله غادي بالشعوذه في العالم، ها في العالم. وانتي حنا من تنقولوا الشعوذه ما تنقصدوش ان حنا ما نخدموا وما نديروا صدار ونبحثوا. اغلبيه كذاب منافق. واش انت ملي كتنوض تصلي وكتدعي الله هذيك ماشي شعوذه؟ الدعوه اللي كدير انت ما عرفتش يعني، سبحان الله والحمد لله رب العالمين واستغفر لنا، ما عرفاش شنو هي هذيك. نفس ندير لك فيديو عليها باش تبدا تضحك عليا، نضيع معك وقتي. اوكي حنا نحاولوا نخدموا بعضياتنا، ما باش تقول لا هذوك الشيوخ مش هذوك ما عارفينش، جايبين عندهم واحد المعلومات، عندهم تجربه، الناس ديال رقيش عندهم تجربه ديالهم. انا بغيتكم تنوضوا ديمكم تهضروا، عندنا تجربه. اسمع حنا راه كنقولوا تنديروا تنديروا، كيبقى عندنا تجربه، علاش كتبقاو ساكتين؟ عنده تجربه هذا ينوض يهضر. اوكي باش جيب لنا انت راه جبت تعيا في الاخر، تحكموا فيك اليهود، طار ديال مك تتعيا اليهود تحكموا فيكم ولا خدامين بعد سالينا. اوكي اللي عنده التجربه ديالو ينوض ويهضر ويقول هذا. حنا بحثت انا مش نصحاب ديال هذا الرقيتي، تبغوا تضحكوا عليكم ما تضحكوا، لا عندكم شي حوايج صحاح. صحاح غانتوما ما فاهميناش، سيتو ما فاهمينش، ما بغيتوش تفهموا، غايجيو غايحقروا عليكم ويبداو يقولكم نتوما بخالة وبقبق، فهمتي؟ سواء لابس قشابيه ولا سروه ما تيهمنيش، الا عندك تجربه ديالك ما تيهمنيش. اوكي اوكي هما الميريكان هنا مسلمين ولاد القحاب، تيصلوا الجوامع مع الميريكان اكبر ولاد القحاب، ما تجيش تحقر واحد دير الحياه ولا دير قشابيه. اوكي ولكن اللي ما دايرش قشابيه وما لابس الحياه في المغرب والقحبه حتى هو، راه خصنا نفهموا. انا ما تبقاوش تلعبوا لي، اللي جاي يلعب، اللي جا انا عندي قفله وخلي نطحن هذا، انا عندي لا تقوى انت وياهم، لا عندكم تجربه، اللي عنده في الرقيه تجربه عنده وقف يهضر يخافش، ولا انا عندي تجربه فهمت هذا. وهي الرقيه عندها علاقه، هي بحال الرقية هي هادي التنويم المغناطيسي بواحد الطريقة، التنويم المغناطيسي هنا في أمريكا تيسميوه، تيقولوا لي التنويم المغناطيسي تتلاقى بالحياة السابقة ديالك. اوكي كريشن باست لايف تيسميوها، ما تنهتمش بهاد الشي انا لان تنفهم حسن من هادشي. اوكي انا المصطلح ديالي مكاينش في اللغة باش نشرح لكم. تي هذا تي كاين هنا تي دكاترة تتخلصهم، دكتور ولا قاري ما عنده الرخصات، يقولوا لي تديك تنويم مغناطيسي هي رقية شرعية نفس الشيء، غير حنا بواحد الطريقة بالقرآن. وكل لا قرآن تا قرآن تفهمو، تا باش تقول هذاك ما فهموش وتقرا عليه قول تفهم قرآن، تا كتأذن، تا عارف الأذان شناهو، تا عارف شناهو هذاك اللي قبل الأذان في الفجر، تيسميوها تيسميو هادشي ديال الصباح، تعرف تعرف تذبح الحولي في الحج، عارف انا الطاقه السحريه تذبح العقيقه تروح السحريه، تا تا جيتي بغيتي تعدى، تا جيتي فتحوا لك اليهود، هادو اليهود مسخين، فتحوا اليهود فتحوا اليهود شي هادوك اللي كتحقر عليهم، راه عندهم راه عارفين، راه هما خصهم اللي يعاونهم، اللي راه عندهم لاباس خصهم اللي يعاونهم. حنا ما خصناش نجي نتعداو عليها، جي انت راه فلان انت راه عندك واحد الحاجه، واش نعرفو هادي نديرو هذا فهمتي، ما تجيش تبدا تعي ولا هما يضربوك، لا تفهموا تفهموا تفهموا. البارح كنا هذا نقولوا فلان ادعيه وهذا، ونجيو اليوم نقولوا لا لا، علاش نقولوا اليوم لا؟ واش انا قلت اليوم لا؟ علاش انا راه البارح ما كنتش عارف علاش، وعلاش مش حيت انا باغي شي حدا يخدم بيا اجوندات قوي،
هذاك اللي خدم بك اجونطه دابا راه خدام بك، راه هو اللي خدام بك البارح. اوكي نوقف هنا، شكرا على السماح، وندير فيديو من بعد ديال شارع الملوك والسلاطين ونيو اوردر عند القرآن. باي باي، لوف يو.